السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب العاشر حا والعاشر زين والعاشر هاء والعاشر طا. إن شاء الله اليوم نلتقي بكم من جديد مع درس جديد نتحدث فيه عن النمو السكاني في فلسطين. شباب، هو الدرس الأول في الوحدة السابعة التي تتحدث عن سكان فلسطين وأنشطتهم الاقتصادية. في البداية شباب نعرف ما هو النمو السكاني في فلسطين. طبعا النمو السكاني يقصد بالنمو السكاني الفرق في عدد السكان من حيث الزيادة أو النقصان خلال فترة زمنية معينة. الفترة الزمنية المعينة المتعارف عليها شباب هي تقريبا سنة 12 شهر. خلال هذه الفترة يتم الحديث عن النمو السكاني لدى بلد من البلدان، ونحن هنا نتحدث عن فلسطين. طبعا النمو السكاني يكون نتيجة لزيادة طبيعية وزيادة غير طبيعية. الزيادة الطبيعية شباب هو الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات، يعني كم عندي مواليد خلال عام وكم عندي وفيات خلال عام. بعملية حسابية بسيطة جدا، عدد المواليد ناقص عدد الوفيات بيخرج عندي الزيادة الطبيعية خلال العام. أما الزيادة الغير طبيعية فهي صافي الهجرة للفلسطينيين أو للسكان، الفرق بين عدد المهاجرين من الدولة، عدد السكان اللي بيخرجوا أو بيهاجروا لأسباب مختلفة سوف نتحدث عنها لاحقا من الدولة، وعدد المهاجرين إليها أو عدد القادمين لهذه الدولة اللي بيدخلوا هذه الدولة طبعا وبيسكنوا فيها. يا شباب، النمو السكاني في فلسطين شباب يعتبر من المعدلات العالية والمرتفعة في العالم أو على مستوى العالم، حيث بلغ معدل النمو السكاني فيها 2.8 عام 2016. في عام 2018 شباب، وهذا الشيء مش موجود في الكتاب عندكم، بلغ معدل النمو السكاني 2.5. في عام 2019 شباب بلغ معدل النمو السكاني 2.5. حافظ على هذه النسبة. هنا نجد شباب عملية تباطؤ في النمو السكاني خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ عام 2016 بمقدار 13 شباب. يتأثر النمو السكاني في فلسطين بالزيادة الطبيعية الناجمة عن ارتفاع معدل المواليد الأحياء التي بلغت 31 لكل 1000 من السكان، يعني كل 1000 إنسان بيزيدوا 31 فرد خلال العام. هذا الارتفاع في معدل المواليد في فلسطين يعود إلى عدة عوامل، وهنا نتحدث عن ثلاث عوامل رئيسية. العامل الأول الزواج المبكر، كلما كان عمر المرأة أصغر عند الزواج تكون حالات الحمل والولادة عندها أكثر في الفترة التي تكون فيها قادرة على الإنجاب. إذا افترضنا شباب مثال على ذلك، إنه مرأة فلسطينية تزوجت بعمر 18 سنة أو 18، طبعا الفترة التي تكون فيها المرأة قادرة عن الإنجاب شباب تتراوح حتى جيل الأربعين، يعني أنت بتحكي عن 22 سنة. بخلال ال 22 سنة هذه الفترة التي تكون فيها المرأة قادرة على الإنجاب تستطيع أن تنجب. في المقابل إذا امرأة فلسطينية أو شابة فلسطينية تزوجت بجيل 30 فبيكون عندها فترة أقل من اللي تزوجت بجيل 18، 10 سنوات تقريبا، 10 سنوات بتكون المرأة فقط قادرة على الإنجاب خلال العشر سنوات اللي معها، هاي الفترة بتكون هي المرأة قادرة على الإنجاب فيها. فساهم صغر النساء المتزوجات في فلسطين والزواج المبكر لدى النساء الفلسطينيات إلى رفع معدل
النمو السكاني في فلسطين. العامل الثاني شباب ارتفاع المستوى الصحي والوقائي والعلاجي والغذائي في فلسطين، هذا الارتفاع أدى إلى انخفاض معدل الوفيات بين المواليد. والمعروف شباب قبل 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة سابقات كثير من الأطفال كانوا يولدوا ويتوفوا بعمر السنة أو عمر الأيام أو عمر الأشهر لمجموعة من الأسباب، أكثر هذه الأسباب هي قد تكون غذائية أو أمراض لا يستطيع هذا الطفل الصغير أنه يقاومها. كثير من النساء شباب عملية الإنجاب عندها بتكون قبل التسع أشهر أو الأسبوع التاسع والثلاثين أو الأسبوع الأربعين، في نساء بتولد أطفالها بيجي بالأسبوع السبعة وعشرين وبالأسبوع الثلاثين وبالأسبوع الأربعة وثلاثين. هذا بتطلب شباب إنه هذا الطفل يوضع بمكان مخصص له بسموه غرف خداج لكي يكتمل نموه، يستطيع هذا الطفل شباب إنه يكمل نموه داخل هذه الغرفة. هذا الشيء ما كان متوفر لدينا كفلسطينيين قبل 30 و40 سنة، فكانت معدل الوفيات مرتفعة. طبعا شباب الغذاء الموجود اليوم للأطفال كمان ساهم برفع بانخفاض معدل الوفيات بين المواليد. هذا الغذاء ما كانش موجود لا بجودته ولا بكميته قبل 50 و40 سنة. العلاجات الموجودة للأطفال، كثير أطفال شباب ببداية الولادة عندهم كثير من الأمراض، أمراض قالب، أمراض تنفس، التهابات بتصيب هذول الأطفال خاصة في الدم، بكتيريا أو في الجهاز التنفسي. طبعا التطور الصحي الموجود اليوم ساهم وكان فعال في تقليل من معدل الوفيات. شباب احنا كمان اليوم بنشوف المرض الموجود اليوم أو الوباء الموجود، وباء أو فيروس الكورونا، كيف كمان المستوى الصحي في فلسطين بين أو أصبح من المستويات الصحية المرتفعة والقادرة على أنه تواجه هذا الفيروس بكفاءة عالية خاصة لدى الأطفال. النظرة الثالثة شباب أو العامل الثالث هو النظرة الاجتماعية. شباب النظرة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني بشكل خاص والمجتمع العربي شباب بشكل عام تعتبر وجود الأبناء الذكور بالذات، وهنا أتحدث عن الذكور، شكل من أشكال العزوة والقوة الاقتصادية للأسرة. شباب احنا بنعرف كثير من الأباء بيعتمدوا في من أو العائلات أو الأسر تعتمد بشكل أو بآخر من الناحية الاقتصادية على أولادها اللي بيشتغلوا. كمان بيعتبروا عدد الأبناء الكثير 5 و6 و10 أبناء عزوة وجاه وقوة اجتماعية في المجتمع وسلطة وفخر لدى المجتمع الفلسطيني. وما زالت يا شباب هذه النظرة موجودة وبقوة في المجتمع الفلسطيني. نتحدث في النقطة الثانية شباب عن الزيادة الغير طبيعية. الزيادة الغير طبيعية شباب احنا حكينا هي تتلخص في الهجرة، والهجرة هان شباب زي ما حكينا الهجرة سواء كانت من داخل البلد، من داخل فلسطين إلى خارج فلسطين، أو من خارج فلسطين إلى داخل فلسطين. هذه شباب الهجرة لها دافعين مهمين. الدافع الأول هو الدافع السياسي لأسباب سياسية بحت. الدافع الثاني شباب هو الدافع الاقتصادي، كما هو ملاحظ لدينا شباب إنه كثير من الفلسطينيين وأعداد كبيرة من الفلسطينيين لا نستطيع إنكارها هاجرت إلى الدول العربية وخاصة دول الخليج والدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول مثل أمريكا أيضا اللاتينية.
رغبة لديهم في تحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي بسبب توفر فرص العمل في دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية والدول اللاتينية، وعدم توفر فرص العمل والمستوى الاقتصادي الموجود داخل فلسطين. طبعا هذا الشيء شباب واضح، وإحنا بنلاحظه كثير إنه من الفلسطينيين موجودين بكل أرجاء العالم للعمل ولتحسين المستوى الاقتصادي شباب لديهم. التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني، شباب التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني، هذا المصطلح يتحدث أين يتوزع الشعب الفلسطيني أو كيف يتوزع السكان الفلسطينيين. هنا نجد شباب أكبر توزيع للسكان الفلسطينيين موجود هو في الضفة الغربية وقطاع غزة. الضفة الغربية شباب وقطاع غزة، نجد أنه عدد السكان الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 5 مليون فلسطيني في إحصائيات 2019، الإحصائيات الأخيرة. 2 مليون و450 ألف أنثى، 2 مليون و530 ألف ذكر. إذا هناك تساوي ما بين الذكور وما بين الإناث. عدد السكان الفلسطينيين المتواجدون في الضفة الغربية تقريبا وصل إلى 3 مليون، وعدد السكان الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة تقريبا يصل إلى 2 مليون. طبعا شباب التوزيع الجغرافي هنا نجد أيضا، إذا أردنا أن نتحدث عن التوزيع الجغرافي بشكل أكثر تفصيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق مكان السكن، نجد أنه 73.9 حسب الجدول اللي أمامكم يا شباب، 73.9 من السكان الفلسطينيين موجودين في المدن الفلسطينية، 9.5% شباب موجودين في المخيمات، 16.6% موجودين شباب في الريف. إذا المدن أو الحضر تحتوي على أكبر نسبة من السكان الفلسطينيين، وهذا له أسبابه. الجدول الثاني، جدول رقم أو الشكل واحد، يتحدث عن التوزيع الجغرافي للسكان ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. نجد أنه في الضفة الغربية شباب 60.8% من السكان موجودين فيها، 39.2% موجودين في قطاع غزة. طبعا انه النسبة الاكبر من السكان هي موجودة في الضفة الغربية. لماذا السكان شباب الفلسطينيين يتواجدون في المدن اكثر من الريف والمخيمات؟ 74% من السكان الفلسطينيين زي ما حكينا حسب الجدول رقم اثنين او الشكل اثنين موجودين في المدن، لمجموعة اسباب شباب: توافر فرص العمل، تنوع الخدمات في المدن، هذا جميعه أدى إلى زيادة أعداد السكان وكثافتهم. وهاي العوامل شباب بنطلق عليها العوامل البشرية. أنا اليوم كفلسطيني أبحث عن مكان عمل، فرصة عمل، أبحث عن خدمات صحية وسكنية، كهرباء، مي، تليفون، مواصلات، غذاء، عمل جيد، هذا أجده بشكل متوفر في المدن الفلسطينية مثل رام الله، بيت لحم، نابلس، الخليل. وهناك أيضا شباب عوامل طبيعية، عوامل الطبيعية زي ما احنا ما بنعرف شباب أو زي ما تحدثنا في الفصول السابقة، المناخ، هناك اعتدال في المناخ، التربة، خصوبة التربة، الطابع السهلي في منطقة السهل الساحلي، هذا زاد من أعداد السكان وكثافة أيضا السكان. إذا نظرنا للسكان في مناطق النقب أو الأغوار، نجد أنه شباب هناك مناخ صحراوي وشبه صحراوي، هذا المناخ أثر على عدد السكان الموجودين بهذه المناطق، مناطق غير ملائمة أو مناسبة للحياة فيها. طبعا شباب قطاع غزة نتحدث عنه انه مساحته تبلغ 365 كيلومتر مربع، زي ما حكينا تقريبا وصل عدد السكان فيه ل 2 مليون. هذا القطاع جعل
جعله أو جعل منه أعلى المناطق كثافة بالسكان على مستوى العالم. تصل الكثافة السكانية ل 3245 نسمة لكل كيلو متر مربع، كل كيلو. وهون شباب بدي أوضح هاي النقطة، الكثافة السكانية والتوزيع السكاني، هناك فرق يا شباب ما بين الكثافة السكانية وما بين التوزيع السكاني. الكثافة السكانية كم عدد الأفراد اللي بيعيشوا على كيلو متر مربع واحد، كيلو متر مربع واحد قديش بيعيش عليه عدد أفراد. أما التوزيع السكاني كم هو عدد السكان اللي وين السكان شباب بتركزوا في الدولة، وين أكثر تركز. يعني إذا أنا بحكي على توزيع السكاني أنا بقول إنه التوزيع السكاني في فلسطين في المدن 74% من السكان الفلسطينيين بتركزوا يا شباب في المدن الفلسطينية. أما الكثافة السكانية أنا كل كيلو متر مربع بقول قديش موجود عليه عدد سكان. مثلا قطاع غزة أنا كل كيلو متر مربع ببحث قديش عليه عدد سكان، فنجد أنه قطاع غزة أعلى المناطق كثافة بالسكان على مستوى العالم كقطاع وليس كمنطقة. الكثافة السكانية في الضفة الغربية طبعا هي أقل بسبب مساحة الضفة الغربية الأكبر من قطاع غزة اللي احنا حكينا تقريبا 5655 كيلو متر مربع، واللي تقريبا عدد سكانها بيصل ل 3 مليون نسمة كثافتها بشكل أو بآخر أقل. شباب لهان مننهي الدرس، إن شاء الله منكمل الدرس الحصة الجاي يوم الخميس إن شاء الله، ومنتحدث بشكل موسع عن التركيب النوعي والعمري لسكان فلسطين. يعطيكم العافية شباب، وإلى اللقاء في الحصة الجاي.